سيرم كرياتينين تيست. في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة بالكرياتينين، سواء السورس والإنديكيشنز، كمان الميثود فور استيميشن، كمان هنتكلم على الانتربريتيشن، كل الأسباب اللي بتؤدي للإنكريز أو ديكريز، وكمان هنتكلم على البلاد يوريا نيتروجين أند كرياتينين ريشيو. السبيسمين اللي بناخدها عشان نقيس السيرم كرياتينين، ناخد عينة السيرم أو ممكن نشتغل على عينة البلازما collected in heparin. الريفرنس فاليو بتختلف على حسب العمر، بتبقى قليلة في العمر الصغير وبتزيد في الأدلت، وبتوصل ل 6 إلى 1.2 ملي جرام على الديسيليتر في الميل، في الفيميل بتبقى من 5 ل 1.1 ملي جرام على الديسيليتر. مستوى الكرياتينين بيبقى أقل من البلاد يوريا نيتروجين بنسبة كبيرة جدا. الميثود اوف ميجرمنت بنقيسه عن طريق السبكتروفوتومتر باستخدام الكيتس. في انواع مختلفه من الكيتس، بعض الكيتس بتقيسه عن طريق الكالوريمتريك ميثود، وبعض الكيتس بتقيسه عن طريق الكاينيتيك ميثود. الافضل طبعا هي الكاينيتيك ميثود لانها الاسهل في تطبيق على جهاز السبكتروفوتومتر. الخطوات اللي بنشتغلها على جهاز السبكتروفوتومتر عشان نقيس الكرياتينين، اول حاجه بنظبط الجهاز على ويف لينث 492 نانومتر، وبعد كده بنجهز الثلاث انابيب، انبوبه للبلانك والستاندر والتست سامبل، بعد كده بنحط الوركينج سوليوشن في كل انابيب 1 ملي من الوركينج سوليوشن اللي احنا بنجهزه من خلال ان احنا بنحط الكونتنت بتاع الريجنت 1 على الريجنت 2، بعد كده بنحط الستاندر او السبيسمين، كل واحد في الانبوبه الخاصه بيه بنحط 100 مايكروليتر، بعد كده بنعمل ميكس، وبعد ما يعدي 30 ثانية بنقيس اور ريدنج بنسميها الـ A1، وبعد كده بنقيس بعد ما بيعدي دقيقتين بنسميها الـ A2 أو الأبسوربانس رقم 2، وبنقيس الـ A1 والـ A2 لعينة الستاندر وكمان عينة التست سامبل. بعد كده بنعمل عملية كالكوليشن من خلال إن احنا بنطرح الـ A2 ناقص الـ A1 بتدينا الأبسوربانس بتاعت السبيسمن أو الستاندر، وبعد كده بنحسب concentration of creatinine in serum من خلال ان احنا بنقسم الابزوربنس بتاعت السبيسمن بعد ما طرحنا الـ A2 ناقص الـ A1 على الابزوربنس of standard، وبنضربها في 2 اللي هو concentration of standard، بتدينا الكرياتينين concentration بالملي جرام على ديسيليتر. في البداية احنا بنجهز الثلاث انابيب للبلانك والستاندر والسامبل، بنحط فيهم الوركينج سوليوشن، بعد كده بنظبط الجهاز على الصفر باستخدام الريجنت بلانك، بعد كده بنحط عينة الستاندر 100 مايكروليتر بنحطهم على الواحد ملي من الوركينج سوليوشن، وبنشيل الاكسس من الاوتسايد، وبنعمل ميكسينج، وبعد كده الجهاز بيعمل ابسوربشن للعينة ويبتدي يعد 30 ثانية، بعد كده بيقيس الـ A1، وبعد الدقيقتين بيقيس الـ A2. بنطبق نفس الخطوات على عينة التست سامبل، بنحط الـ 100 مايكروليتر على الوركينج سوليوشن وبنعمل ميكسينج، وبعد كده الجهاز بيعمل ابسوربشن للعينة وبيبتدي يقيس الـ A1 بعد مرور 30 ثانية، وبعد كده بيقيس الـ A2 بعد 60 ثانية، وبعد كده بيحسب النتيجة النهائية زي ما احنا شايفين بكل سهولة جدا، وبيطلع الكونسنتريشن للكرياتين زي ما احنا شايفين 1.7 ملي جرام على الدي سي ليتر، وهنا طبعا تعتبر عالية عشان كده الجهاز مسجل الهاي. الديسكريبشن، الكرياتينين بيكون داخل المسل formed inside skeletal muscle. داخل المسل الكرياتين بيتكون من مركب بنسميه الكرياتين اللي بيحصل له ديكومبوزيشن وبتحول للكرياتينين، وكمية الكرياتينين اللي بتطلع من السكيلتال ماسل لكل شخص بتبقى معتمدة على كمية الماسلز الموجودة، لو كمية العضلات كتيرة بيطلع كمية أكبر من الكرياتين لأنها معتمدة على الأكتيفيتي أوف سكيلتال ماسل. زي ما احنا شايفين الكرياتينين بيبقى المصدر الاساسي بتاعه داخل السكيليتال ماسل، وبيتكون من مركب بنسميه الكرياتين. الكرياتين بيحصل له فورميشن داخل الليفر والبنكرياس والكيدن، بعد كده الكرياتين بيطلع ويمشي في البلاد ستريم ويوصل للسكيليتال ماسل وكمان البرين.
داخل سكيليتال ماسل بيتحول لمركب بنسميه الفوسفوكرياتين من خلال انزيم بنسميه السي كي اللي هو الكرياتين فوسفوكاينيز. بعد كده الفوسفوكرياتين بيحصل له ديجريديشن وبيكون الكرياتينين في النهايه داخل السكيليتال ماسل. بعد كده الكرياتينين لما بيتكون داخل السكيليتال ماسل بيبتدي يحصل له ديفيوجن، بيطلع في البلاد ستريم وبعد كده بيوصل للكيدني، والكيدني بتعمل له اكسكريشن داخل عينه اليورين. عشان كده كمية الكرياتينين مرتبطة بشكل كبير جدا بالنورمال فانكشن للكيدني. طول ما الكيدني سليمة فمعنى كده ان كمية الكرياتين اللي جاية في البلد بتقدر الكيدني تعملها اكسكريشن كاملة داخل اليورين. عملية الاكسكريشن داخل الكيدني الكرياتينين بيحصل له فلتريشن فريلي ثرو ذا جلوميرولس اند نوت ري ابسوربد ان ذا تيبيول، بمعنى ان كل الكرياتينين اللي بيوصل للنفرون بيحصل له فلتريشن عن طريق الجلوميرولس وبينزل في التيبيول وما بيحصلوش ري ابسوربشن تاني زي بلاد يوريا نيتروجين. عشان كده كل الكرياتينين بينزل داخل اليورين. ونتيجه لان كميه الكرياتين اللي بتتخلق من السكيليتال ماسل بتبقى كونستنت وكمان بيحصل لها اكسكريشن 100% من الجلوميرولس وما بيحصلهاش ري ابسوربشن باك للجسم، عشان كده احنا بنعتبر الكرياتينين مور ريلايبل او مور سبيسيفيك للميجرمنت اوف جلوميرولر فلتريشن ريت اللي بيدي انديكيشن على الكيدني فانكشن، افضل من البلاد يوريا نيتروجين لان احنا قلنا البلاد يوريا نيتروجين بتتاثر بالبروتين الموجود في الدايت وكمان بتتاثر بالبروتين كاتابوليزم. عشان كده احنا بنعتمد اكتر على الكرياتينين في تشخيص الكيدني ديزيز. الانديكيشن اوف كرياتينين تيست، احنا بنقيس الكرياتينين داخل المعمل اول حاجه عشان نعمل ايفالويشن لنون او سسبكتد امبيرمنت اوف رينال فانكشن، بنشخص امراض الكيدني لو هي مش معروفه او كمان بنقيم بيها مدى تطور الديزيز داخل الكيدني. كمان بنستخدم الكرياتينين تيست في تشخيص الديس اوردر الموجوده في السكيليتال ماسل في حاله الابسنس للرينال ديزيز. لما بتكون الكيدني سليمه وبيحصل ديستربنس في الكرياتينين بتقدر تشخص الديزيزز للسكيليتال ماسل، لان زي ما احنا قلنا هي بتتصنع داخل السكيليتال ماسل فهي مرتبطه بالاكتيفيتي او الديزيز الموجوده في السكيليتال ماسل. الانتربريتيشن بيحصل انكريز في السيرم كرياتينين نتيجه لوجود اثنين ميكانيزم، اول ميكانيزم هي الديكريز في الجلوميرولر فلتريشن ريت، الميكانيزم الثانيه انكريز برودكشن فروم ماسل. الديكريز في الجلوميرولر فلتريشن ريت بيحصل نتيجه لثلاث انواع من الاسباب، اول مجموعه من الاسباب بنسميها البري رينال كوزيس ودي بتبقى قبل الكيدني بيفور ذا كيدني، بيحصل ديكريز في الرينال بلاد فلو، كميه البلاد اللي بتوصل للكيدني بتقل وعشان كده سرعه الترشيح او الجلوميرولر فلتريشن ريت داخل الكيدني بتقل، فاحنا بنسميها البري رينال كوزيس لانها هي مرتبطه بكميه البلاد اللي بيوصل للكيدني عشان كده بنسميها البري رينال والكيدني في الحاله دي بتبقى سليم. المجموعه الثانيه من الكوزيس بنسميها الرينال كوزيس، في الحاله دي بيبقى في ديستراكشن للكيدني وبيحصل ديكريز في الرينال فانكشن عشان كده بيقل الجلوميرولر فلتريشن ريت وبالتالي less creatinine is excreted in the urine، لان طبعا الكيدني بتبقى دامج وعشان كده الجلوميرولر فلتريشن ريت بيقل والكيدني ما بتقدرش تعمل اكسكريشن للكرياتينين داخل اليورين. المجموعه الثالثه من الاسباب بنسميها البوست رينال كوزيس لان السبب نفسه بيبقى موجود في اليورينري باس واي سواء في اليوريتر او اليورينري بلادر او اليوريثرا. افتر ذا يورين فورميشن بعد تكوين اليورين بيحصل اوبستراكشن في اليورينري باس واي فعشان كده بيعمل اوبستراكشن لليورين فلو نتيجه لليورين ستون او نتيجه للهايبربلاجيا في البروستيت او نتيجه لوجود الكانسر، كل ده بيؤدي للاوبستراكشن في اليورينري باس واي عشان كده احنا بنسميها البوست رينال كوزيس لان الكيدني في الحاله دي بتبقى سليمه ما فيهاش اي مشكله، كل المشكله بتبقى في اليورينري باس واي وبالتالي يبقى الديكريز في الجلوميرولر فلتريشن ريت بيحصل نتيجه للبري رينال كوزيس اللي بتشمل الكونجستيف هارت فيلير، الديكريز رينال بيرفيوجن كمان في حالات التشوك وفي حالات الديهايدريشن. الرينال كوزيس بتشمل الاكيوت اند كرونيك رينال فيلير، النيفروتوكسيك ايجنت، كمان البايلونيفرايتس والجلوميرولونيفرايتس، بيحصل انفلاميشن داخل الكيدني
وعشان كده بيعمل ديكريز للجلوميرولر فلتريشن ري. البوست رينال كوتس بتشمل الاوبستراكشن لليورينري باث واي زي ما قلنا، يا اما باليورينري ستونز او نتيجه للكانسر او نتيجه للبروستاتيك هايبر بليجيا. الميكانيزم الثانيه اللي ممكن تؤدي لزياده الكرياتينين وهي وجود الاكيوت مايسايتس واللي بيعمل انفلاميشن داخل الماسل سيلز، عشان كده كمية كبيرة من الكرياتين بتخرج من الماسل سيزل بعد ما بيحصل لها دامج. كمان بيحصل انكريز في الكرياتين في حالة الهايبر ثايروديزم نتيجة الانكريز فورميشن اوف كرياتين داخل الماسل سيلز. الديكريز في السيرم كرياتين بيحصل نتيجة للسيفير ليفر ديزيز، وده بيبقى نتيجة للديكريز كرياتين برودكشن. احنا قلنا الكرياتين بيتكون داخل الليفر بعد كده بيروح للمصل وهو اللي بيكون الكرياتين، فطالما في ليفر ديزيز يبقى الكرياتين مش هيتكون وبالتالي الكرياتين داخل المصل مش هيتكون وبيحصل له ديكريز. السبب الثاني هو البوليوريا، في الحاله دي بيحصل انكريز اكسكريشن للكرياتين داخل اليورين، والبوليوريا دي بتحصل في حاله الديابيتس ميليتس او في حاله الهايبر ادرينو كورتيسيز. كمان بيحصل ديكريز في حاله الانادكويت دايتري بروتين، لان الكرياتين نفسه بتصنع من البروتين، وبالتالي ما بيحصل دايتري ديفيشنسي بيحصل ديكريز في الكرياتين. كمان بيحصل ديكريز في حاله الماسكولار ديستروفي، وكمان في حاله الديكريز ماسل ماس زي في حاله الديبليتيتنج ديزيزز او في الانكريزنج اي. زي ما قلنا كميه الكرياتين مرتبطه بكميه الماسلز الموجوده داخل الجسم، لو حصل ديكريز في كميه الماسل نتيجه للديبليتيتنج ديزيز نتيجه لنقص التغذيه بشكل كبير جدا، او في حاله الانكريز ايج بيحصل ديكريز في الماسل ماس نتيجه لان الاكتيفيتي اوف ماسل بتقل، وعشان كده بنلاقي ان الكرياتين بيبقى قليل جدا في الحالات دي. بلاد يوريا اند كرياتينين ريشيو، بعد ما بنقيس الكرياتينين وكمان البلاد يوريا نيتروجين بنعمل بلاد يوريا نيتروجين اند كرياتينين ريشيو. الانديكيشن to find the cause of azotemia and renal failure. الريشيو اللي بنعملها ما بين البلاد يوريا نيتروجين والكرياتينين بتقدر تفرق ما بين الاسباب المختلفه للازوتيميا او الانواع المختلفه للرينال فيلير. بنعمل الريشيو من خلال ان احنا بنقسم السيرم بلاد يوريا نيتروجين على السيرم كرياتينين بتدينا الريشيو. النورمال ريشيو بتبتدي من 10 الى 1 الى 20 الى 1، والاوبتيمم فاليو بتبقى 15.5 الى 1. الهاي فاليو من البلاد يوريا نيتروجين اند كرياتينين ريشيو بتبقى موجوده في حاله البري رينال يوريميا، الهاي بروتين انتيك، وافتر الجاسترونستينال بليدنج. كل الاسباب دي بتؤدي لزياده البلاد يوريا نيتروجين بشكل كبير. كمان ممكن يحصل انكريز في الريشيو مع انكريز في الكرياتينين زي في حالة البوست رينال اوبستراكشن، كمان في حالة البري رينال يوريميا ويز رينال ديزيز. في الحالة دي بيحصل زيادة في البلاد يوريا نيتروجين والكرياتينين، ولكن زيادة البلاد يوريا نيتروجين بتبقى كبيرة جدا، عشان كده بيحصل انكريز في الريشيو. في بعض الاحيان بنلاقي ان البلاد يوريا نيتروجين والكرياتين ريشيو بتبقى مينتين، بمعنى ان هي بتبقى في النورمال رينج، وده بيحصل في حالة اما بيحصل انكريز في بلاد يوريا نيتروجين والكرياتينين مع بعض زي في حاله الرينال ديزيزز، واحنا في الحاله دي بنسميها الرينال ازوتيميا. في الحاله دي بيبقى فيه دامج بشكل كبير جدا داخل الكيدني، وبيقدر يزود البلاد يوريا نيتروجين والكرياتينين بنفس القيمه، عشان كده الريشيو ما بتتغير. ممكن يحصل ديكريز في البلاد يوريا نيتروجين اند كرياتينين ريشيو زي في حاله الاكيوت تيوبولر نيكروزيس، لو بروتين انتيك، في حالات الاسترفيشن، وكمان في حاله السيفير ليفر ديزيز. في الحالات دي بيحصل ديكريز للبلاد يوريا نيتروجين، وعشان كده بيحصل ديكريز في الريشيو ما بينها وما بين الكرياتين. عشان كده البلاد يوريا نيتروجين والكرياتين بتدينا بعض المعلومات الاخرى اللي احنا بنستعملها عشان نفرق ما بين الامراض المختلفه للكيد. في النهاية احنا اتكلمنا على كل المعلومات الخاصة بالكرياتينين، وعرفنا ان هو عبارة عن بريك داون برودكت من الكرياتين فوسفيت داخل المسل، بيحصل له برودكشن ات كونستنت ريت داخل الجسم، وبيحصل له اكسكريشن عن طريق الكيدني. الكرياتينين ليفل عبارة عن سنسيتيف انديكيتور للرينال فانكشن اكتر من البلاد يوريا نيتروجين، ولكن لازم ناخد بالنا ان لازم المسل تكون سليمة، لانه
بيعتمد على كمية الماسل ماس اللي هي موجودة داخل الجسم. البلاد ليفل للكرياتينين بيحصل له انكريز في حالة الرينال امبيرمنت، وبيحصل له ديكريز في حالة الديكريز في الماسل ماس زي في حالات الاولد ايج.